يا مساء الخير على كل مشاهدي قناة On Time Sports في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج أخبار On Time. إن شاء الله تكون حلقة مميزة كالعادة. أخبار جديدة وحصرية ولقطات مختلفة هنتابعها مع حضراتكم، وهناخد جولة في الصحف العالمية وهنتابع أهم وأبرز الكواليس في عالم الرياضة من خلال أخبارنا الخاصة. زي ما احنا متعودين إن شعارنا دايما إن كل شعوب العالم بتختلف. بتختلف في لغتها وعاداتها وتقاليدها. حاجة واحدة بس بتجمعنا وهي الكورة. خلونا بقى كده نبدأ حلقتنا زي ما احنا متعودين مع أبرز عناوين حلقتنا النهاردة. المنتخب يختتم تدريباته اليوم استعدادا لودية كوريا الجنوبية. الليلة الزمالك يواجه الداخلية في دور الـ 32 بكأس مصر. الأهلي يخاطب الكاف لصرف مكافأة وصافة الدوري أبطال إفريقيا. وعالمياً رسمياً ليفربول يضم نونيز من بنفيكا مقابل 100 مليون يورو. ومن العناوين هنروح لتفاصيل أخبارنا المحلية. الوطني اللي اختتم استعداداته النهارده في العاصمه الكوريه سول، استعدادا طبعا للمباراه الوديه بكره امام منتخب كوريا الجنوبيه. المنتخب خاض امبارح مران قوي تحت قياده كابتن ايهاب جلال، والمفروض ان لاعب محمود علاء هيخضع مدافع المنتخب ونادي طبعا الزمالك لاختبار طبي اخير لتحديد موقفه من المشاركه في اللقاء بعد تعرضه لكدمه قويه في مران امس. المفروض الاكدمه دي ادت خروجه من المران دون استكماله. بيسعى طبعا كابتن ايهاب جلال لاختيار التشكيل الامثل للمنتخب الوطني في ظل غياب معظم العناصر الاساسيه اللي كان بيعتمد عليها طبعا منتخب مصر خلال الفتره الاخيره بسبب الاصابات. بيغيب طبعا عن المباراه 10 عناصر اساسيه مهمه في تشكيله الفراعنه بسبب الاصابه والاجهاد. العناصر دول هم احمد حجازي، محمد عبد المنعم، احمد فتوح، محمد النني، محمد صلاح، حمدي فتحي، امام عاشور، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، وياسر ابراهيم. نروح بقى نتكلم عن فريق الزمالك، والنهارده فريق الزمالك هيخوض مواجهه صعبه امام فريق الداخليه ضمن مباريات دور ال 32 من كاس مصر الموسم الحالي. المباريات دي اكيد بيسعى فيها كل فريق لتحقيق الفوز وحصد بطاقه التاهل لدور ال 16، خاصه ان الزمالك بيبحث عن الانتصارات في كافه البطولات اللي بيشارك فيها. في المقابل فريق الداخلية بيسعى لمواصلة مشواره الجيد للتأهل طبعا على حساب الزمالك بعد ما تأهل الفريق للدوري الممتاز. بيدير لقاء اليوم طاقم تحكيم مكون من محمود بسيوني وبيعاونه وائل شعبان وخالد السيد حكام رايا، ومحمد الدسوقي حكم رابع، وبيتواجد في تقنية الفيديو سيد شعبان ويساعده أحمد صلاح. بيسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لعودة اللاعب مصطفى فتحي لاعب الفريق السابق والتعاون السعودي الحالي من أجل طبعا تدعيم صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة. كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل عرض إدارة نادي الزمالك لاستعادة طبعا مصطفى فتحي من جديد خلال الموسم المقبل بعد ما رحل عن الفريق في يناير المقبل مقابل مليون دولار. أكدت التقارير على أن التعاون سدد لحد دلوقتي 600 ألف دولار فقط من قيمة الصفقة، يعني باقي 400 ألف دولار، وده اللي بيخلي الزمالك يستغل تأخر المستحقات لمحاولة حسم الصفقة. عرضت إدارة الزمالك على التعاون أن هما ما يدفعوش باقي قيمة الصفقة مع إمكانية طبعا إعارة أحد اللعيبة لمدة موسم لصفوف التعاون وترك حرية الاختيار للفريق السعودي. قبل بقى ما نطلع فاصل تعالوا بقى كده نروح لكوريا ونطمن على بعثة منتخب مصر مع موفد اون تايم سبورت زميلنا احمد المساري. يا احمد منورنا في اخبار اون تايم، وقول لنا بقى كده ايه اخر اخبار عندك في كوريا.
مساء النور يا لينا، برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. الان نحن في استاد سيول الدولي، والذي سيحتضن المباراه المرتقبه ما بين منتخبنا الوطني لكره القدم ومنتخب كوريا الجنوبيه في اخر تجارب كوريا الوديه خلال فتره التوقف الحاليه. يمكن منتخبنا الوطني بيستعد لهذه المباراه من خلال اجراء التدريب اليوم على هذا الملعب الرئيسي بمشاركه جميع اللاعبين باستثناء محمود علاء، ولتاكد خروجه من قائمة الفريق لمباراة الغد بعد إصابته بكدمة قوية في مران الأمس في كاحل القدم. يمكن قبل بدء المران بنصف ساعة كان هناك مؤتمر صحفي عقده الكابتن إيهاب جلال المدير الفني وقائد الفريق عمرو السولية. يمكن الكابتن إيهاب الجانب الكوري كان وجه له بعض الأسئلة عن غياب نجوم الفريق خاصة محمد صلاح، وأكد كابتن إيهاب جلال أن غياب المحترفين بالتأكيد سيؤثر على أداء المنتخب، ولو كان الثلاثي المصري المحترف وفي مقدمتهم نجم منتخبنا الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ومحمد النني نجم الأرسنال بالإضافة إلى تريزيجيه، كانوا هيفرقوا بشكل كبير في أداء منتخبنا الوطني في مباراته الهامة أمام المنتخب الكوري الجنوبي. في المقابل يمكن تم توجيه سؤال لنجمنا عمرو السولية عن مدى معرفة لاعبي المنتخب المصري ومعرفته هو تحديدا بلاعبي فريق كوريا الجنوبية. أكد الحقيقة عمرو السولية أن يعرفون جيدا فريق كوريا الجنوبية، وخاصة النجم سون نجم نادي توتنهام الإنجليزي وهداف الدوري الإنجليزي رفقة نجمنا ونجم منتخبنا الوطني محمد صلاح. وأكد عمرو السولية إن الجهاز الفني واللاعبين تابعوا عدد من المباريات التي خاضها فريق كوريا الجنوبية خلال الفترة الماضية، فريق جيد يمتاز بالسرعة واللياقة البدنية العالية، ولكنه في الوقت نفسه أكد إن لاعبي مصر قادرين على تقديم أداء ونتيجة إيجابية في مباراة الغد اللي بتحظى باهتمام إعلامي ليس من الجانب الكوري فقط، لكن من وكالات الأنباء العالمية اللي كانت حريصة وهتكون حريصة على التواجد غدا لتغطية هذا اللقاء الكبير الذي سيجمع المنتخب الكوري الجنوبي مع المنتخب المصري. أحمد، كنا عرفنا كمان أن زي كده حصل امبارح دعوة على العشاء من السفارة، عايزين نعرف إيه اللي حصل فيها، هل ده خرج شوية كده اللعيبة من الجو العام اللي هم في حالة الجدل اللي كانت موجودة؟ كلمنا كده عن امبارح. لكن خلينا اقول لك هالينا في البدايه ان طبعا زي ما انت عارفه وكلنا عارفين ان المنتخب كان بيمر بحاله نفسيه سيئه خلال اليومين الماضيين. يمكن النهارده شعرنا بتحسن في الروح المعنويه، الروح المعنويه يمكن رجعت بشكل كبير النهارده من خلال الحفل اللي اقامه السفير المصري الأستاذ خالد عبد الرحمن، ودعا خلاله أعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين لمأدبة غزاء في مقر السفارة المصرية في هنا في كوريا الجنوبية. يمكن الكابتن إيهاب تحدث وأيضا الأستاذ خالد درندلي رئيس البعثة والسفير خالد عبد الرحمن، وكانت كلها رسائل تحفيزية للاعبين اللي انعكس الحقيقة اليوم النهاردة عليهم وظهروا بصورة أفضل من الأيام الماضية. خلينا أقولك برضو لينا إن كان هناك تصريح صدر منذ لحظات قليلة بإبلاغ الأستاذ خالد درندلي رئيس البعثة الكابتن إيهاب جلال بإقالته رسميا. يمكن الأستاذ خالد درندلي نفى لي هذا الخبر تماما، وأكد لي أن الكابتن إيهاب جلال مستمر حتى هذه اللحظة أو حتى إشعار آخر، وأنه لم يتحدث معه إطلاقا في أي إقالات أو استمرار أو عدم رحيل وكذا يعني. لكن الحقيقة الكابتن إيهاب يقود التمرين حاليا، الروح المعنوية مرتفعة نوعا ما، وإن شاء الله منتخبنا يقدم مباراة طيبة تليق باسم الكرة المصرية أمام واحد من أكبر وأفضل المنتخبات الأسيوية وهو المنتخب الكوري الجنوبي. لينا التذاكر نفذت بالكامل، تم بيع حتى هذه اللحظة 64,000 تذكرة رغم ارتفاع أسعار التذاكر، لكن التذاكر نفذت بالكامل ولن يكون موضع لقدم غدا إن شاء الله في استاد سيول الدولي والذي سيحتضن هذه المباراة الهامة. بذكر بقى عدد الجماهير ونحن نتكلم عن مباراة غد، كلمني عن حالة الطقس عندك عاملة ازاي، وكمان عرفنا ان احتمال يكون في حكم فرنسي للمباراة، فكلمني اكتر عن اللقاء.
في البداية حالة الطقس جيدة هنا جدا، يمكن النهاردة تساقطت بعض الأمطار الطفيفة، درجة الحرارة هنا تشير إلى 19 درجة مئوية، غدا إن شاء الله ستكون درجة الحرارة 27 درجة مئوية. يمكن سيقود هذا اللقاء تحكيميا طاقم تحكيم فرنسي، حكم الساحة ومساعدي فرنسيين، في المقابل تم الاستعانة بتقنية الفيديو لهذه المباراة من خلال حكام من كوريا الجنوبية. أحمد، قبل ما أختم معاك لازم أسألك، هل في أي ملامح لتشكيل مباراة غدا طبعا بعد تدريب النهاردة؟ خليني اقول لك لينا ان التدريب، انا بكلمك التدريب شغال دلوقتي، يمكن ملامح التشكيل ستتضح بعد يمكن دقائق معدوده من خلال هذا اللقاء، لكن بالتاكيد قائمه منتخبنا والتشكيله الاساسيه التي سيخوض بها الكابتن ايهاب جلال لقاء منتخب كوريا الجنوبيه ستشهد العديد من التغييرات نظرا لاصابه اكثر من 10 لاعبين من عناصر الفريق الاساسي. بالتاكيد هنشوف مفاجات، ممكن الكابتن ايهاب جلال يدفع ببعض اللاعبين الذين لم يشاركوا ولو لمره وحيدة مع منتخبنا خلال السنوات الماضية. أحمد، بشكرك جدا على كل الأخبار والمعلومات اللي يعني أوفتنا بيها، حسينا كده إن احنا متواجدين معاك، بشكرك جدا. بكده تكون خلصت فقراتنا الأولى، تعالوا بقى نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل باقي أخبارنا هنا في أخبار أون تايم. بجدد التحية بحضراتكم وتعالوا بقى نروح لأخبار النادي الأهلي. أرسلت إدارة النادي الأهلي صباح اليوم خطاب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتخطره فيه برؤية الأهلي واقتراحاته اللي أعلن عنها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة في مؤتمر الصحفي أول امبارح، وده طبعا علشان يستفيد الجميع من الأحداث اللي للأسف السلبية اللي حصلت بسبب إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال على ملعب غير محايد، علشان ما يكررش اللي حصل ده مرة تانية. قبل ما يتكلم النادي عن اقتراحاته في الخطاب أكد على أن التعديل والتطوير هو حق ومسؤولية الكاف، ولكن طبعا المصلحة العامة للكرة الأفريقية بتستوجب الاستماع لوجهات النظر كل الأندية، وتمثلت بقى رؤية الأهلي في النقاط التالية. خلوني كده أقول لحضراتكم إيه الموجود. أول حاجة أن يعود الدور النهائي للمسابقة الأفريقية دوري الأبطال أو الكونفدرالية لنظام الذهاب والعودة، لأن طبعا فكرة إقامة النهائي من مباراة واحدة مش بتنجح، إحنا بنختلف كتير جدا عن أوروبا، أوروبا مختلفة عن أفريقيا في حاجات كتير قوي، وسائل الانتقال في قارتنا صعبة جدا ومكلفة، بتستغرق وقت طويل جدا، مفيش تأشيرة سفر موحدة لكل الدول الأفريقية، بل بالعكس عشان تقدر ان انت تحصل على تأشيرة بيحصل مشاكل كبيرة جدا، والمشاكل دي بتقابل كمان الجماهير الأفريقية. أيضا مش موجود عملة مالية موحدة للقارة الأفريقية على عكس طبعا ما موجود في أوروبا، كمان المسافة في أوروبا الدول بين بعض قريبة، إحنا هنا في أفريقيا الدول بعاد عن بعض، ده غير طبعا أن في أوروبا وسائل انتقالات عديدة جدا، فيش أي مشاكل من اللي إحنا بنقابلهم هنا في أفريقيا، فهم بيشوفوا أن الحل الأنسب أن يبقى فيه مباراة ذهاب وعودة مش زي ما بيحصل في أوروبا. تاني حاجة، في حالة استمرار إقامة النهائي للمسابقات الأفريقية بنظام المباراة الواحدة بتقتضي بقى الشفافية على أن الكاف يكون بإعداد لائحة خاصة بالمباراة النهائية بتتضمن كده تحقيق العدالة وتحفظ حقوق كل الأطراف، وطبعا على أن يتم الإعلان عن الملاعب اللي المفروض هتستضيف المباراة النهائية قبل بدء البطولة على الأقل. كمان بقى في خطاب الأهلي النقطة بقى قالت أن الاتحاد الأفريقي لازم يدرس تدوير استضافة المباريات النهائية بين الدول الأفريقية، وطبعا هم يمنعوا الاستضافة على الدول اللي فازت بالتنظيم من قبل لمدة 5 سنوات حتى طبعا تحصل بقية الدول الأفريقية على فرص مماثلة كده، وأن يقوم الكاف بتدعيم ومساعدة كل الدول لتنمية اللعبة في القارة كلها. كمان تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد الفار في كل أدوار البطولة الأفريقية لتحقيق طبعا الحد الأدنى من العدالة، وكمان أكيد أفريقيا مش أقل خالص من أوروبا. كمان أن يقوم الكاف بإعادة صياغة اللوائح الحالية لتكون حاسمة ولا تتحمل أكثر من تفسير، علما طبعا بأننا ندرك أن مسؤولية الكاف، أن كل دي مسؤولية الكاف، لكن التعاون بيستوجب الاستماع لوجهات النظر طبعا لكافة الأندية، ان لازم كل الأندية تشارك وجهة نظرها ونسمع بيها عشان الكرة الأفريقية تتطور.
طبعا يكون في دراسه لمضاعفه المبالغ الماليه المقدمه من الكاف للفرق المشاركه في المسابقات المختلفه، لان اللي بيحصل عليه المركز الاول حاليا هو الرقم الاعلى في اي مسابقه افريقيه، مش بيتناسب خالص مع تكلفه الانتقالات والاقامه ومكافئات اللاعبين والاجهزه الفنيه والاداريه والطبيه وعلاج المصابين. كمان خطب مسؤولو القلعه الحمراء الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف من اجل صرف مكافاه المركز الثاني لبطوله دوري ابطال افريقيا في نسختها الاخيره، واللي خسرها الاهلي بعد الهزيمه من الوداد المغربي بهدفين نظيفين في المباراه النهائيه اللي اقيمت على ملعب محمد الخامس بمدينه الدار البيضاء المغربيه، من اجل طبعا استغلال المكافاه في صرف مستحقات اللاعبين وبعض المكافئات المتاخره. بيترقب مسؤولو النادي الاهلي الحصول على مبلغ 1,200,000 دولار امريكي من الكاف مكافاه الصعود للمباراه النهائيه من دوري الابطال الافريقي، حيث طبعا فضل مسؤولو الاهلي مخاطبه كده الكاف مبكرا عشان هم خايفين من تاخر صرف المكافئات المقرره زي ما حصل تاخر قبل كده من افراج مكافاه التتويج بلقب الافريقي في النسخه الماضيه واللي دخلت خزينه القلعه الحمراء بعد فتره طويله من انتهاء مباراه كايزر تشيفز الجنوب افريقي. يقضى محمد عبد المنعم مدافع الاهلي لفحص طبي تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق برئاسه طبعا الدكتور احمد ابو عبله لتحديد موقفه من المشاركه في المباراه ايسترن كومباني القادمه بالدوري من عدمه، في ظل طبعا عدم تعافيه الكامل من الاصابه بشد في العضله الضمه واللي تعرض ليها قبل نهائي دوري ابطال افريقيا. بتحدد كده نتيجه الفحص الطبي اللي هيخضع ليه محمد عبد المنعم موقفه من المشاركه التدريبات الجماعيه للفريق خلال الايام المقبله وموقفه كمان من دخوله قائمه فريقه اللي ستخوض مباراه ايسترن كومباني من عدمه. لا سيما طبعا ان اللاعب تم استبعاده من معسكر منتخب مصر الحالي بسبب عدم تماثله الشفاء التام من الاصابه. استقر كمان الجهاز الفني للاهلي على الدفع بمصطفى شوبير حارس المرمى في مباراه الفريق المقبله امام ايسترن كومباني المقبله المقرر ليها ان شاء الله يوم الاربعاء على استاد السلام في مباراه كده مؤجله من الجوله ال14 لمسابقه الدوري الممتاز. مصطفى شوبير قد تولى حراسه مرمى الاهلي في مباراه امس امام المصري بالسلوم بدور ال32 من بطوله كاس مصر واللي حسمها الفريق الاحمر لصالحه بهدف نظيف، واطمأن كده الجهاز الفني للاهلي على مستوى مصطفى شوبير بعد ما قدم اوراق اعتماده في مباراه امس وظهر كده بشكل مميز جدا. بيرفض الجهاز الفني للاهلي المغامره بعلي لطفي حارس المرمى في مباراه ايسترن كومباني المقبله لاصابته بكدمه في اليد. وبقى من اخبار النادي الاهلي نروح لاخبار النادي الاسماعيلي، وعقد المهندس يحيى الكومي رئيس مجلس اداره الاسماعيلي اجتماعا مطولا مع المهاجم الارجنتيني دييجو فرناندو لبحث انهاء الازمه اللي ظهرت كده مؤخرا والخاصه بمستحقات اللاعبين وراتبه الشهري. نجح رئيس نادي خلال الجلسه اللي عقدت بمقر النادي في انهاء هذا الملف بعد اجتماع تفاوضي كده مع اللاعب وكده عدة خطابات ومراسلات مع محامي ووكيل اللاعب، وقد تم ذلك بنجاح لقطع الطريق أمام البعض الذين يتطلعون لتهديد استقرار الفريق. طلب البرتغالي نونو الميدا المدير الفني لفاركو مسؤولي نادي بسرعة حسم ملف تفعيل بند الشراء في عقد حارس محمد صبحي المعار للزمالك مقابل 20 مليون جنيه وحسم ضمه رسميا لفاركو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأوصى الميدا المدير الفني لفاركو بالإبقاء على محمد صبحي في تشكيله خلال الموسم المقبل في ظل طبعا تألقه خلال مباريات فاركو بالدوري في الموسم ده وصعوبة طبعا تعويضه بحارس مميز وصغير في السن وإمكانياته طبعا للاستفادة منه لعدة مواسم في المستقبل. قبل الفاصل بقى تعالوا نروح نشوف المؤتمر الصحفي لكابتن إيهاب جلال قبل مباراة منتخب مصر الودية غدا أمام كوريا الجنوبية. بالنسبة للمعنى المستفاد من ماتش كوريا هي قلنا نلعب مباراة كبيرة مع فريق كبير بعد مباراتين في التصفيات إفريقيا، وكان في عرض ان احنا نلعب مع كوريا ووافقنا فورا، اتعرض عليا وقلت ده هيبقى احسن تمثيل
لينا مع فرقة كبيرة زي كوريا بتستعد لكأس العالم وبتلعب مباريات في الفيفا دايز دي كبيرة منها البرازيل، ودي كانت تجربة هتبقى مفيدة جدا لينا من وجهة نظرنا، حتى بعد الرحلة الطويلة اللي احنا جيناها بعد من القاهرة. بالنسبة للعيبة الغيابات، احنا عندنا طبعا غيابات كثيرة جدا تقريبا 10 او 11 لعيب، لكن احنا منتخب مصر عندنا لعيبة كبار كتير، وطبعا اولهم كابتن عمرو هو لعيب اساسي اصلا ولعب في بطولة افريقيا الاخيرة في الماتشات الكبيرة، فهنحاول نلعب بطريقة تناسب إمكانيات اللعيبة اللي عندنا ونخرج من المباراة بتجربة مفيدة لينا والكوريا إن شاء الله. شفنا احنا المباريات الثلاثة الماتشات الثلاثة اللي فاتت، واحنا من قبل ما نيجي واحنا عارفين قدرات المنتخب الكوري وعارفين اللعيبة المميزة جدا اللي في المنتخب في كل المراكز، وكوريا دلوقتي تطورت جدا وبقى ليها اسم كبير كرويا، والمباريات الثلاثة كانوا مباريات مميزة جدا المنتخب الكوري، على الرغم حتى من الخسارة من البرازيل، لكن كانت مباراة ممتازة، والمنتخب الكوري منتخب منظم وعنده هدف استعداد لكأس العالم، وأي فرقة بتلعب المباريات الأربعة دي في فيفا دايز 14 دايز في 14 يوم، أعتقد إنها فرقة كبيرة بتحاول تستعد استعداد كبير لكأس العالم، واحنا بنأمل ان كوريا تعمل اداء ممتاز في كاس العالم، ودي حاجة من الحاجات المهمة، وانا اعتقد انهم هيقدروا يعملوا انجاز في كاس العالم القادم على الرغم من صعوبة المباريات. يعني احنا قلنا الرأي في المنتخب الكوري كله، منتخب كبير عنده لعيبة كبار جدا على مستوى عالي جدا بيلعبوا في اندية كبيرة على رأسهم سون زي ما كابتن عمرو قال، عندهم سرعة كبيرة، لعيبة عندها خبرة كمان كبيرة بتستعد بجدية جدا للمونديال، ودي أهم ميزة في المنتخب الكوري مع تنظيمه الكبير وجديته في المباريات، ودي مهمة جدا بالنسبة لنا احنا في اليومين اللي احنا حاولنا نستعد فيهم، احنا بنحاول نعد الفريق على جماعية الأداء شوية دفاعيا وهجوميا، وبنحاول نستحضر بعض الروح الكبيرة اللي تناسب المباراة اللي إن شاء الله نلعبها بجدية كبيرة، ونبين نوعية اللعيب المصري، وأهم حاجة إن إحنا نطلع بالمباراة دي مباراة بين شعبين صديقين نطلع بيها بشكل أهم من النتيجة العلاقة الطيبة بيننا وبين شعب كوريا كله، ودي أهم حاجة، وإحنا برضو زي ما سيادة السفير قال لنا إحنا بنعمل علامة القلب دي لكل الشعب الكوري وللفريق الكوري، وإن شاء الله يطلع ماتش إن شاء الله كبير ويليق باسم البلدين قبل الفريقين، وإن شاء الله يبقى مباراة تستمتع بيها الجماهير كلها في كوريا وإن شاء الله في مصر. طبعا بنتمنى التوفيق لمنتخبنا بكره في مباراة امام كوريا الجنوبية. بكده تكون خلصت اخبارنا المحلية، تعالوا بقى نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل باقي فقراتنا في اخبار اون تايم. برحب بكل مشاهدينا من جديد، ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة الكرة العالمية، ودينا هنبدأ فقرتنا العالمية بجولة في أهم وأبرز مباريات اليوم. البداية هتكون مع الملحق النهائي المؤهل لمونديال قطر 2022، والنهاردة الساعة 8 أستراليا هتقابل لبيرو، دي مباراة اليوم. أما بقى مباريات اليوم من دوري الأمم الأوروبية الجولة الرابعة، كازاخستان هيقابل سلوفاكيا الساعة 6، فرنسا هتلاعب كرواتيا، والدنمارك هتلاعب النمسا، المباراتين هيكونوا في نفس التوقيت 9:15.
ليفربول يضم نونز من بنفيكا رسميا مقابل 100 مليون يورو. نادي بنفيكا البرتغالي اعلن انتقال مهاجمه الاوروغوياني داروين نونيز لليفربول الانجليزي في صفقه قيمتها 75 مليون يورو بالاضافه ل 25 مليون يورو اضافات. نونيز اصبح اغلى صفقه في تاريخ ليفربول بعد ما تخطى قيمه فان دايك اللي كلف الريدز 85 مليون يورو. نونيز هيخضع النهارده لكشف طبي وتوقيع عقد جديد مع نادي ليفربول ليونيو 2027. أعلن التعاقد مع جورجيو كيليني قائد أسطورة يوفنتوس في صفقة انتقال حر، ده طبعا نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي. اتقدم بقى بعرض رسمي كده لكيليني لضمه في صفقة مجانية بعد نهاية مشواره مع السيدة العجوز، وخد كده كيليني 561 مباراة مع يوفنتوس، سجل خلالها 36 هدف، صنع 25، فاز معاهم ب 20 بطولة. كما وصل طبعا لنهاية دوري أبطال أوروبا مرتين. دي كانت أبرز أخبارنا النهاردة العالمية، دلوقتي بقى نروح لجولة سريعة في الصحافة العالمية وفقرة أخبار العالم. البداية هتكون من عند الصحف الأسبانية وتحديدا من عند الماركا الأسبانية اللي ركزت على فوز منتخب أسبانيا على التشيك 2-0 في دوري الأمم الأوروبية وكتبت حفلة نهاية الموسم. واهتمت كمان بأخبار سوء الانتقالات ولقاء الملحق للتأهل النهائي لنهاية كأس العالم بين أستراليا وبيرو وكتبت أستراليا وبيرو يلعبان من أجل مقعد في المونديال. أما بقى لو كلمنا عن صحيفة سبورت ركزت على فوز منتخب أسبانيا على منتخب التشيك 2-0 في دوري الأمم الأوروبية وكتبت متصدر. واهتمت كمان بسوء الانتقالات وكتبت ديمبلي أقرب لتشيلسي وبايرن ميونخ يرغب في الهدوء مع ليفندوفسكي وبرشلونة طريقة بدري مع موليرو. نروح لصحيفة موندو ديبورتيفو اللي ركزت على فوز منتخب أسبانيا على تشيك 2-0 وتصدره مجموعته في دوري الأمم الأوروبية وكتبت براش مثال. وكمان أشارت لتطورات مستقبل البولندي روبرت ليفندوفسكي وكتبت ليفندوفسكي مخلص لبرشلونة. ومن بقى الصحافة الإنجليزية صحيفة ميرور سبورت اللي ركزت على تحذير جارث ساوث جيت مدرب منتخب انجلترا لثنائي مانشستر يونايتد راشفورد وسانشو وكتبت ساوث جيت يحذر ثنائي مانشستر يونايتد راشفورد وسانشو. لديكم الكثير اللي عمله من اجل المشاركه في كاس العالم 2022. وفرنسا بقى صحيفه لوكيب الفرنسيه اللي ركزت على مباراه فرنسا وكرواتيا في دوري الامم الاوروبيه وكتبت احزم حقائبك جيدا. وكمان اهتمت بجائزة أذربيجان في الفورميولا 1 وفوز متسابق ريد بول الهولندي. وأخيرا صفحة توت سبورت الإيطالية اللي ركزت على أخبار سوء الانتقالات في إيطاليا وكتبت سوء الانتقالات في 100 جواب بوجبا وديبالا إليكم كيف سينتهي. دي كانت جولة سريعة الصحافة الرياضية العالمية النهاردة، خلونا بقى نروح لفصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية. برحب بكل مشاهدينا مره تانية، ودلوقتي جه معدى مع اخر فقراتنا فقره وان شوت. النهارده بطل فقرتنا هو اللاعب الشاب الجزائري بلال بن حموده نجم منتخب المحليين ونادي اتحاد الجزائر واللي رحل عن عالمنا من ايام قليله جدا وتحديدا يوم الجمعه بعد ما تعرض لحادث سير بعد ساعات من خوضه مباراه منتخب الجزائر للمحليين امام منافسه الكونغولي. ربنا طبعا يا رب يرحمه ويصبر اهله. امبارح لعيبه منتخب الجزائر لكره القدم قاموا كده بعمل لفته انسانيه رائعه تكريما طبعا للراحل بلال بن حموده صاحب ال 24 سنه. كان نوع كده من انواع التكريم ليه ارتدوا لعيبه المنتخب الجزائري قبل انطلاق المباراه الوديه امام ايران بالعاصمه القطريه الدوحه تيشيرتات مكتوب عليها وداعا بلال لن ننساك. كمان وقف كل اللعيبه والاجهزه الفنيه والاداريه وكل اللي كان موجود في الملعب دقيقه كده صمت وحداد على روح اللاعب. صحيفه النهار الجزائريه كشفت عن تفاصيل الحادث الاليم وقالت ان اللاعب كان متوجه لبيت عيلته مع اصدقائه قبل ما يحصل الحادث التصادم بسيارته واشتعل النيران في السياره.
ربنا طبعا يا رب يرحمه. بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده من اخبار اون تايم. شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.